شفت الضحكه الصافيه اللي على وش كيشو والاغنيه بتتعرض؟ اه ابن مصر بجد، ابن مصر والله بحق وحقيق وجمال. انا نعرف كيشو كويس يعني الحقيقه من ساعه اول لقاء معاه ومكالماتنا يعني. حبيبي يا كابتن، ده شرف ليا. لا ده انت، ده انت، ده انت مشرف مصر كلها حبيبي. انت عارف يعني ايه؟ بس قول لي بقى، يعني انت بتتفرج كده على الناس وعلى التكريم وعلى الفرحه وعلى البهجه، كنت منتظر العربيه المكشوفه وكنت منتظر الاستقبال ده وكنت منتظر الفرحه دي؟ بصراحه ما كنتش يعني، اتفاجئت لما لقيت الاحتفال الكبير ده صراحه، ويعني بجد يعني فرحت اكتر يعني من الميداليه يعتبر والله العظيم بالاستقبال ده، ان كان في حد مستنيني واهلي مستنيني وزاره الشباب والرياضه دكتور محمد كردي كان في استقبالي، وسياده العميد هاني واللي هو محمد محمود وسياده اللي هو وجيه اعضاء مجلس الاتحاد كانوا في استقبالي صراحه، يعني فرحوني كتير والله. اول مره تمشي في عربيه مكشوفه كده في القاهره؟ اه. شعورك كان عامل ازاي؟ انا بحب اللحظات دي. انا كنت طاير من الفرحه الصراحه والله العظيم. دمعت ها كتير والله. انا من ساعه ما جبت الميداليه وانا بعيط والله العظيم. يعني من ساعه ما جبت الميداليه والله، لان انا تعبت كتير يعني، تعبت كتير في مشواري وجبتها من تحت خالص يعني. بس ربنا كبير يعني وعوضني تعبي ده كله يعني، بس الحمد لله. لسه بنقول يا هادي طبعا. قلت لسه لك عندنا كمان قلنا كام؟ اربع دورات مش كده؟ اربع ان شاء الله. اربع دورات باربع ذهبيات يا رب. ولو انا اعتزلت الاعلام هتستضيفني جنبك كده نقعد وتقول الراجل ده قال هياخد اربع ذهب وهيضرب لوبيز بتاع كوبا حبيبك. اتفقنا؟ ربنا يديك الصحه يا رب وطول العمر يا رب.